حضورنا كيف يبتسم ابتسامة الثعلب. منتخب أسطوري يا سادة، اليوم زياش يرد الدين للصلاح. بدوار البوير ولد الفتى عبد الصمد، وعاش حياته محبا وملما بكل أعراف كرة القدم. وإن كانت القرية التي يسكنها بعيدة عن المدينة، إلا أنه وإخوته كبروا بعشق لا متناهي للساحرة المستديرة، فارتبط بها عبد الصمد وبحب فريق ومنتخب بلاده الوطني حبا لا نظير له. وما عندي غير تكبير هنا وتأقلم على الظروف. كدليل على ذلك ورغبة منه في إبراز مدى هذا الارتباط، اصطحبنا عبد الصمد لأرض مجاورة لبيته، وانطلق بعدها يسقي الأرض ويرطبها بغية تشييد وبناء تحفة فنية يهديها لنا بقدومنا إليه. الوقت التالي ديالي كنخصصو لهاد المسائل، يعني انا نحاول نبتكر شي حاجه. بعد عدة أيام عدنا إلى عبد الصمد، وأملنا أن يكون مشروعه قد اكتمل. الله دابا نمشيو نفطرو قبل ما نشوفو المفاجأة اللي وجدت ليك، واخا؟ إيه. عبد الصمد شاب متفان في حياته، ويرى بأن المعالي سهلة المنال إن تضافرت الإرادة والعزيمة. ما كاين حتى شي حاجة مستحيلة، وما كنآمنش أنا بشي حاجة نقول أنني ما نقدرش نوصل ليها. أي حاجة نقدر نوصل ليها، فقط خص بنادم غير يدير الاسباب ويخدم في حياته، يعني ويتعذب ويدوز شحال من تجربه على ديك الحاجه ويقدر يوصل ليها. استطاع بعزيمته تلك بناء مركب رياضي متكامل التفاصيل والمرافق، ملعب رياضي يسع للالاف من الجماهير الرياضيه المحبه لمنتخبها الوطني. كما أسدل علو الملعب بغطاء يقي الجماهير من حر الشمس، خاصة وأن كأس إفريقيا بمصر يلعب لأول مرة تحت سماء شهر يوليوز الحارقة. لم يتبقى لعبد الصمد سوى إحضار الجماهير لافتتاح هذا العرس الكروي. دابا كنحاول نجمع بعض الجماهير اللي غنديها الملعب ديالي باش نفتتح ونشوف فيها اول مره الجماهير كيفاش غتكون فيه. دابا هنا الجمهور كيتسنى النوبه ديالو باش يدخل للتيران، ودابا التيران غيعمر من دابا شويه وغيدخل ليها الجماهير كامله. تبلغ مساحه هذه التحفه الفنيه حوالي 6 أمتار مربعه بطول 3 أمتار وعرض بمترين، فإن عبد الصمد لم ينسى أدق التفاصيل التي لا يغفل عنها مهندسو مثل هذه المنشآت الرياضية في العالم: مدخل اللاعبين، لوحة إلكترونية، ومرابد خارجية للسيارات، وممرات للجماهير وما إلى ذلك. هذا كيمثل الباب ديال خروج الجماهير أو الدخول ديالها للملعب. صوب شحال من واحد بحالو فيه باش نسهل عملية خروج الجماهير من الملعب. هذيك اللوحة الإلكترونية ديال الملعب
يعني كانت عندي واحد اللوحة وملي كبرنا ما تليناش كنستعملوا اللوحات بزاف في هادشي ديال الدراسة، قلت انا علاش ما نستغلها ونصاوب بها لوحة الكترونية ديال الملعب. المهم كنحس بلي انني حققت واحد الانجاز اللي ماشي حتى هو انجاز كاع كبير، ولكن غير انجاز بالنسبه لي انني حسن ما بقى غير جالس في الدار وما مسالي حتى شي حاجه ولا نسالي شي حاجه اللي تكونش مزيانه. على ما اظن ان هادشي يقدر يفيدني من هنا للمستقبل، يقدر يكون عندي واحد الوقع ايجابي على الحياه تاعي. يشتغل هكذا دائما بحب وتفان منقطع النظير، فيا ليت اللعيبة الوطنية تتفانى في لعبها ودورها المنوط بها، لكنا فرحنا من جديد بنيلنا للكأس الإفريقية الغالية. مش ممكن تدي معايا؟ ما كانش الإمكانية. لا صعيب، هذا دابا تعبت في الأرض، ما يمكنش تدي حد حافر ليه دابا في أي جهة، كنحفر ليه حتى في هاد دوك الدعامات اللي هازينو محفور ليهم شوية في الأرض باش يشدو. شي حاجة صعيبة الحياة ديو، حتى إلا غادي خصك ليه شي يرموك، راه هاز بزاف ديال التراب والحجار و... أحلى المشاهد الكروية وأجمل اللقطات الرياضية، هنا الجمال هنا البهاء هنا الصفاء، يا الله على كرة القدم العالمية. شوف يا حبيبي شوف، شوف الأسود، شوف الأسود، أسود الأطلس، يا سلام على الأسود. زياش يسدد، واو يا الله، جول 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 جول، هدف عالمي منك يا عالمي. لا نوم اليوم في أزقة المغرب، لا نوم اليوم في شوارع المغرب، لا نوم في كازا، في طنجة، في أكادير. لاحظوا رونار كيف يبتسم، ابتسامة الثعلب، منتخب أسطوري يا سادة. اليوم زياش يرد الدين لصلاح، المغرب يتوج بطلا لإفريقيا. من قلبك يا مصر يا أم الدنيا، ستبقى هذه اللحظات مسجلة، ستبقى في أذهان المغاربة، من طنجة الغالية، من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة. يا حبيبي يا مشاهد.